الثورة الروسية اللي قامت في أكتوبر 1917 هي بدون شك من أهم أحداث القرن العشرين، وأهم حدث في العصر الحديث إلى جانب الثورة الفرنسية بتاعت 1789. أهمية الثورة الروسية هي أنها أول مرة الفقراء العمال والفلاحين يتمكنوا من الإطاحة بنظام مستبد، نظام رأسمالي، نظام بيحكمه كبار رجال الأعمال وكبار الإقطاعيين من أصحاب الأرض، ويقيموا على أنقاضه نظام ديمقراطي جماهيري اشتراكي من نوع جديد. طبعا الحدث ده ما حصلش بسهولة. الثورة الروسية بدأت في فبراير 1917 بثورة شبيهة بس ببداية الثورة المصرية، ثورة ديمقراطية غرضها الإطاحة بالقيصر والاستبداد، وما كانش لسه واضح إيه اللي هتحطه مكانها، إيه اللي هتقدر تطرحه مكان النظام القديم. كان في شروط لنجاح الثورة الثانية أو الموجة الثانية من الثورة اللي حصلت في أكتوبر. ما بين فبراير وأكتوبر حصل تطورات مهمة جدا مكنت الجماهير في روسيا من الانتصار. أول حاجة، أول أساس للنجاح ده هو كان تشكيل اللجان العمالية والفلاحية كشكل مختلف للدولة، يعني ابتدت تطرح نفسها كبديل للحكومة الانتقالية اللي كانت مسكت. والمعلوم الحكومة اللي مسكت بعد ثورة فبراير ما كانتش تختلف قوي عن حكومات عصام شرف أو حكومة مرسي، بمعنى إنها حكومة ما قدرتش تحل أي من المطالب أو المشاكل اللي كانت مطروحة في روسيا. جماهير روسيا كانوا بيعانوا من إيه؟ نمرة واحد، الفلاحين كانوا محتاجين الأرض، الأرض كلها كانت متركزة في إيد كبار ملاك الأراضي الإقطاعيين. نمرة اتنين، الأسعار كان في تضخم جامد جدا في الأسعار والأجور كانت واطية. نمرة تلاتة، كانوا متورطين في الحرب العالمية الأولى اللي هي كان بيحاربها القيصر وحكومته لمصلحة الشركات الكبرى ولمصلحة المستثمرين الفرنسيين والبريطانيين اللي كانوا متحالفين معاه. والحرب دي خسرت الفلاحين روسيا مئات الالاف من ولادهم بدون اي مكاسب حقيقيه. الحكومه اللي جت بعد ثوره فبراير استمرت في الحرب كما كانت عشان علاقتها ببريطانيا وبالنظام العالمي وبالبنوك. ما غيرتش، ما عملتش اصلاح زراعي وما ادتش الارض للفلاحين، وما عملتش حاجه في الاجور والاسعار زي عندنا احنا هنا اهوت، حكومه شرف، حكومه الاخوان المسلمين او الحكومه الحاليه بتاعت السيسي وببلاوي. كل الحكومات دي، الحكومه الروسيه اللي مسكت ساعتها، كل الحكومات دي شبيهه بيها انها ما حققتش اي حاجه من مطالب الثوره. كان لازم يتبني بديل موازي للدولة الموجودة والحكومة المؤقتة يقدر يفرض مطالب الثورة في الشارع. الشرط الثاني كان الانتصار ثورة أكتوبر، كان وجود حزب ثوري قوي جماهيري مغروس في مواقع العمل الكبرى في المدن وفي وسط القرى في وسط الفلاحين، قادر ان هو يقود الموجة الثانية من الثورة بنجاح. لانه نظام القيصر كان منظم، كان له جيش، كان له شرطة، كان له اجهزة امنية، كان له اعلام، كان له قضاء، كان له كل الاسلحة اللي الطبقة الحاكمة بتحكم بيها. كان لازم على الجانب الاخر يبقى فيه حزب له دعايته، له إعلامه، له قوته على الأرض، قادر على تعبئة الجماهير، قادر على كسب الجماهير ضد النظام القيصري.
صار. فالفترة ما بين فبراير وأكتوبر كانت فترة تحضير، فترة قاد فيها لينين وتروتسكي وغيرهم من قيادات الحزب الثوري وقتها، وكانوا مسميين نفسهم البلاشفة، انه يقدر يكسب أغلبية جوه اللجان الثورية الجماهيرية اللي كانت اتكونت. واللي نقدر نشوفه من الثورة الروسية، لانه في ناس كتير بتتلخبط حوالين الثوره الروسيه، يقول لك الثوره الروسيه احنا نعرف عن روسيا انها كانت نظام شمولي، نظام استبدادي، نظام بيقمع الناس والى اخره. ده صحيح، بس ده ما كانش في بدايه الثوره. ده حصل لان الثوره تم حصارها من قبل 14 دوله راسماليه كانت خايفه ان الثوره تنتشر لبقيه بلدان العالم، ولانه كان في ثوره مضاده من اقطاب النظام القديم اللي قدروا يخدعوا قطاع من الفلاحين وراهم في انهم يحاربوا النظام الجديد اللي البلاشفة والعمال روسيا بنوه. فايه دروس التجربة دي؟ اول درس هو انه بدون تنظيمات جماهيرية ديمقراطية مباشرة تتحدى النظام الموجود لا يمكن الثورة تنجح. الدرس الثاني انه بدون حزب ثوري قوي له جذور حقيقية في وسط الجماهير من عمال وفلاحين لا يمكن الثورة تنجح. الدرس الثالث انه لو الثورة ما انتشرتش لباقي البلدان، ما انتشرتش للدول الرأسمالية المتقدمة، الثورة هيتم حصارها زي ما حصل في روسيا وتتحول لشكل بيروقراطي اللي شفناه وقت ستالين، اللي في واقع الأمر قاد الثورة المضادة على الثورة الروسية وخلق شكل قبيح من رأسمالية الدولة ما يختلفش في جوهره عن النظم الرأسمالية الأخرى. الدرس، فده درس مهم جدا، انه لو الثورة ما انتشرتش، وده احنا شايفينه دلوقتي في الثورة المصرية، احنا شايفين السعودية بتعمل ايه لوقف ووقت الثورة المصرية، شايفين الامارات بتعمل ايه، شايفين اسرائيل بتعمل ايه، شايفين من وراهم امريكا واوروبا بيعملوا ايه عشان الثورة المصرية تفشل، عشان الثورة المصرية ما توصلش لتحقيق اهدافها. حتى الامريكان لما كانوا بيفكروا في الاخوان كمشروع او في الاخوان كبديل كانوا بيفكروا فيه بنفس المنطق، ان الاخوان دول قادرين على وقف الثورة المصرية. بالتالي لازم يبقى تفكيرنا او الدرس اللي نتعلمه من الثورة الروسية انه بدون انتشار الثورة لمراكز الثورة المضادة على الاقل اقليميا، واعني بده السعودية والامارات والمراكز الرأسمالية الكبرى والمراكز الرأسمالية الكبرى اللي حوالينا. الجانب الاخر مهم جدا في الانتشار هو جنوب اوروبا، لانه الثورات ما بتحصلش غير لما بيبقى في ازمات كبيرة، غير لما الطبقات الحاكمة ما بتبقاش عارفة تحكم. الازمة اللي كانت فيها الطبقة الحاكمة المصرية في ظل مبارك هو ما كانش لوحده في الازمات دي. احنا شايفين بلدان زي اسبانيا واليونان وغيره نسبه البطاله تجاوزت 25%، نسبه البطاله في وسط الشباب تجاوزت 60%، الدول مفلسه، النظام الراسمالي غير قادر على الاستمرار. فلما بنقول ان الثوره تنتشر احنا مش بنقول كلام وهمي او كلام مثالي، او الثورات بالفعل بتنتشر، وشفنا ده اصلا في الثوره المصريه في علاقتها بالثوره التونسيه قبليها وانتشارها لمختلف البلدان العربية بعد كده. الشرط الأخير اللي بنتعلمه من الثورة الروسية إنه الحزب الثوري في روسيا اللي قاده لينين ما كانش بس حزب للعمال، كان حزب مزروع في الطبقة العاملة، قيادته في الطبقة العاملة، بس حزب قادر يجذب وراه كل القطاعات المستغلة والمضطهدة في المجتمع. حزب كان بيدافع عن حق تقرير المصير للمناطق اللي كان القيصر محتلها بالقوة، حزب بيدافع عن حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، حزب بيدافع عن الفلاحين وعن مطلب الفلاحين للأرض،
حزب بيدافع عن الأقليات الدينية بمختلف تنويعاتها في روسيا، لأنه الطبقة العاملة لوحدها مش هتتمكن من الانتصار في الثورة. الطبقة العاملة محتاجة تجذب وراها، تقنع بقية القطاعات من الجماهير المضطهدة والمستغلة بأن هي القادرة على كسر النظام القديم. والحاجة اللي نتعلمها بقى من الثورة الروسية ومن الثورة المصرية حتى الآن، أو من ال3 سنين الأولى للثورة المصرية، إنه بدون خلق دولة بديلة، بدون خلق دولة للعمال والفلاحين، دولة على أسس ديمقراطية مباشرة، دولة بيقودها العمال والفلاحين، تقوم على أنقاض دولة رأس المال، على أنقاض دولة الجنرالات، لا يمكن إن احنا نعمل التحول. احنا جربنا إن احنا نشيل رمز النظام ونحافظ على الدولة كما هي، ما حصلش أي تغيير. جربنا الطريق البرلماني ونوصل حزب بشكل ديمقراطي للحكم، ما حصلش أي تغيير. ليه ما حصلش أي تغيير لغاية دلوقتي؟ ما حصلش أي تغيير حقيقي لغاية دلوقتي لأنه الدولة العميقة بأجهزتها المختلفة من جيش ومن أجهزة أمنية بقوا كما هم، ودول ليهم مصالح مرتبطة بكبار رجال الأعمال، مرتبطة بالشركات، مرتبطة بالناس اللي هتتضرر ضرر شديد لو الثورة نجحت. ومن الطبيعي إن الناس دي تنظم نفسها وتستخدم أجهزتها من إعلام ومن قضاء ومن أجهزة أمنية بكل دموية في إنها تمنع الثورة المصرية من الوصول لهدفها.